مشاهدينا أهلا بكم، وهذه الحلقة من الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي يتناول أهم وآخر الأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. المجلة التي نتجول بين أخبارها اليوم هي مجلة أكتوبر، ومعنا للتعليق على الأخبار الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بالمجلة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا يا فندم. البداية مشاهدينا ستكون مع الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تم عقدها في نيويورك بمشاركة وفود من 193 دولة، وبالطبع شارك في فعالياتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الموضوع عنوانه مشاركة ناجحة للسيسي في اجتماعات الأمم المتحدة. بالطبع يعني هي مشاركة وزيارة ناجحة بكافة المقاييس. تم عقد يعني العديد من اللقاءات مع زعماء ورؤساء الدول، تم إلقاء أكثر من كلمة، لقت إشادات واسعة. يعني لو طلبت من حضرتك أن تتخير عدد من اللقاءات التي يعني أجراها السيد الرئيس هناك لتلقي الضوء عليها، ماذا ستكون خياراتك ولماذا؟ في الحقيقه حضرتك هتخيريني على اهم اللقاءات، وبالتالي سوف بالنسبه لحضرتك يعني بالنسبه لي هقول طبعا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بمرشح الرئاسه الامريكيه هيلاري وايضا ترامب، ويعني وجهه نظري الخاصه ان سعي مرشحين الرئاسه الامريكيه الى مقابله الرئيس عبد الفتاح السيسي له دلاله واضحه ودلاله صريحه، خاصه ان مصر يعني قبل هذه الجمعية العامة في حوار مع الرئيس في الصحف القومية يعني أعلن صراحة عدم التبعية السياسية، وبالتالي كان من الواضح أن الآن الدول هي التي ترتب علاقاتها مع مصر وبالذات الدول العظمى، خاصة أن احنا أيضا يعني علاقتنا أصبحت متوازنة، يعني نشوف علاقتنا مع روسيا، علاقتنا مع الصين. صحيح. وبالتالي هذا التوازن في العلاقات خلى يعني ممثلي الرئاسة الأمريكية الجدد يعني يقابلوا الرئيس، لأن أيضا كان هناك غموض في الفترة الماضية في العلاقات المصرية الأمريكية، وده على فكرة وضع طبيعي جدا قبل يعني فترات الانتخابات. دائما ما يترك الرئيس يعني اللي هيرحل الأمور للرئيس القادم، يعني ما بقاش في حسم لكثير من القضايا. أيضا كان هناك أيضا مجموعة كبيرة جدا من اللقاءات، يعني نشوف لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي أولاند، وكان لقاء هاما جدا. ولكن بقى اللقاء اللي من العيار الثقيل كان مع يعني ماي رئيسة وزراء إنجلترا، اللي أنا بعتبره شخصيا أنه هو يعني نقطة فارقة في العلاقات المصرية البريطانية، خاصة أن تصريح كمان رئيسة الوزراء كان تصريح واضح وشفاف وصريح، ويعني اعترفت أن الفترة الماضية كانت هناك بعض المشاكل وهناك بعض العقبات في العلاقات بين مصر وبين إنجلترا، وبالتالي كان يعني هذا اللقاء نقلة نوعية. أظن أيضا على السفير الإنجليزي في القاهرة السيد جون كاسل أن يعني ياخد يعني اعتباراته الفترة الجاية، أن العلاقات المصرية الإنجليزية تغيرت. احنا بنشوفه بينزل يصلي العيد مع المصريين، وبنشوفه بينزل ياكل كشري وبيشرب عصير قصب وبيتجول في الشوارع المصرية. نأمل أن ينقل هذه الصورة إلى بلده، أن يعني ينقل هذه الجولات التي يصول ويقول فيها في مصر بأمن وأمان، ينقل هذه الصورة الحقيقية لمصر لإنجلترا، خاصة أن هناك مساعي للدولة الإنجليزية لتحسين العلاقات. أظن هنا أيضا دور الخارجية المصرية بجانب السفارة الإنجليزية أن تكمل هذه الخطوات، يعني دي كانت نقطة انطلاق وليست نقطة نهاية. فبنرحب طبعا، وأكيد الدولة المصرية بترحب بعودة العلاقات المصرية الإنجليزية على ما يرام. نأمل أن السياحة الإنجليزية تعود مرة أخرى. ما ننساش أن إنجلترا هتخرج من الاتحاد الأوروبي يعني بكتير سنة ونص، حتى الاتحاد الأوروبي يعني منذ أيام قليلة كان يطالب إنجلترا يعني أخذ خطوات جدية للخروج. صحيح. وبالتالي سوف تتجه إلى أسواق جديدة وتبحث عن يعني أماكن جديدة للاستثمار. صحيح. والتبادل السلعي. وبالتالي كل ده يجب أن نستغله، وأظن الرئيس فتح المجال وعلينا أن نكمل. صحيح. أيضا أستاذ جمال، يعني السيد الرئيس ألقى عدد من الكلمات، لقت إشادات واسعة كما قلنا، يعني ألقى بيان مصر أمام الجمعية، تحدث في قمة مجلس الأمن بشأن سوريا. أيضا لو طلبت من حضرتك أن تتخير بعض الجمل والعبارات يعني التي تركت انطباعا خاصا لديك وتريد أن تكررها على مسامعنا الآن، فماذا ستختار؟ في الحقيقة أن يعني كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقة كلمة كانت
يعني مصاغه بشكل جيد جدا. رئيس كان حضوره قوي جدا اثناء ثبات الانفعالي حتى في القاء الكلمه كان مشرفا، ويعني هناك توازن في الرؤى بناء على رؤى مصر الواضحه تجاه الكثير من القضايا. لما نشوف كلمه رئيس في الجمعيه العامه بنجد ان الرئيس تطرق لما يقرب من 20 نقطه، يعني ابتدينا من يعني التغيرات المناخيه والعولمه، ثم القضايا المحليه في مصر مثل مثلا استكمال يعني الانتخابات البرلمانيه واستكمال اركان الدوله، ثم الرئيس تطرق الى القضايا الهامه جدا لمصر وايضا للمنطقه مثل سوريا وليبيا، وايضا شفنا الرئيس بيتكلم على الصومال وعلى بعض الدول الافريقيه وده كان مهم جدا. ايضا الرئيس تكلم على القضيه الفلسطينيه، واظن خروجه عن النص وحديثه عن القضيه الفلسطينيه من القلب بعيدا عن الورق، اظن ان هو لامس قلوب وعقول جميع الحاضرين في القاعة، جميع الحاضرين والمستمعين الحقيقة في القاعة وخارج القاعة. أكيد، لأن حان الوقت أن نتحدث بهذه الشفافية وبهذه المصارحة. إذا كانت جميع يعني المنظمات العالمية وجميع الوثائق العالمية تعترف بدولة إسرائيل، فأيضا على هذه المنظمات العالمية أن تعترف بدولة فلسطين، وأن يكون هناك نوع من أنواع توازن القوى في المنطقة مرة أخرى وإعادة الحق لأصحابه حتى يحدث السلام. لن يحدث السلام دون يعني فض هذا النزاع المتشابك منذ يعني وحب بولفورت وما قبلها، وبالتالي كان يعني يمكن هذه النقطة هي التي علمت كثيرا مع المصريين في الداخل وفي وحتى في الخارج وفي وسائل الإعلام الخارجية. فالنقط كثيرة، أيضا الرئيس تحدث عن محاربة الإرهاب، وأظن أن تجربة مصر في محاربة الإرهاب، يمكن أيضا ترامب كان بيشيد بهذه التجربة في لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا الرئيس تكلم عن التكنولوجيا وأهمية التكنولوجيا والتطور التكنولوجي. فأنا أظن أن الخطاب كان شامل وكامل ووافي، وايضا لم يتطرق للتفاصيل الدقيقه، ولكن فتح ابواب وطرق على الكثير من الابواب. صحيح. التالي مشاهدينا عن اهم مؤتمر مالي واستثماري في مصر، هو مؤتمر اليورو ماني الذي عقد بمشاركه عدد من الوزراء وخبراء الاقتصاد لمناقشه العديد من القضايا الاقتصاديه المصريه. هذا الخبر عنوانه اليورو ماني وخريطة الطريق للاقتصاد المصري. يعني يمكن يعني عدة جلسات تم مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية خلالها، يعني ما أهم القضايا التي تم مناقشتها في هذا المؤتمر يا صديقي؟ في الحقيقة أن هذا المؤتمر مهم جدا، خصوصا أن احنا بنشوف يعني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الحكومة المصرية بتسعى ليها، بنشوف أن هناك مجموعة من المساعدات الخارجية وأيضا الاستدانات الداخلية الحكومة بتشتغل عليها، يعني يمكن أكثر من 20 مليار دولار حزمة الإصلاحات الاقتصادية في الفترة اللي جاية. فمؤتمر زي ده بيضم 800 خبير عالمي، أظن مهم جدا أن احنا نوضح لهم سياسات مصر النقدية وأيضا الاستثمارية وخطوات الفاعلة على أرض الواقع نحو اقتصاد جيد ومتعافي إن شاء الله. طبعا تطرق المؤتمر لكثير من القضايا، كان أهم هذه القضايا هي فكرة رفع الدعم وكيف سوف تتعامل الحكومة مع الدعم بطريقته الحالية، وتحويل هذا الدعم من دعم عيني إلى دعم نقدي، ووصول إلى المستحقين من خلال أيضا كمان وتوفير أيضا مظلات حماية اجتماعية لمراعاة لظروف يعني الناس اللي هيتشال من عليها الدعم. أظن أن دي أيضا صحيح، دي حاجة بتطمن المستثمر الخارجي. صحيح. أيضا دور القطاع الخاص في يعني عملية التنمية والانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة المشاركة كانت إحدى القضايا الهامة. يعني اكيد احنا بنعتمد الان على اقتصاد مفتوح، على اقتصاد يعني السوق، وبالتالي علينا ان طول الوقت على الحكومه المصريه ان ترسل رسائل طمانه لرجال الاعمال وللمستثمرين في الداخل وفي الخارج، لان لا عوده للوراء ولا خطوات للخلف، لان اي خطوه للخلف تعني التذبذب في النظام الاقتصادي اللي احنا فعلا خدناه. واظن ان صندوق النقد الدولي ما كانش هيدينا القرض الا لو كنا فعلا جادين في حزبه الاصلاحات الاقتصاديه وبنتجه الى الامام. اللي احنا عاوزين نفهمه للمشاهد وعاوزين نقوله ان احنا يعني اعتماد الشعب على الدعم بشكله الحالي هو نمط اشتراكي بحت، في حين الدولة تعتمد الآن على اقتصاد السوق المفتوح، وبالتالي الدعم يجب أن يتواكب مع اقتصاد السوق المفتوح من خلال أنظم وأطر جديدة للدعم. احنا مش يعني فكرة ان الدعم يتلغي مش هيتلغي، ولكن هناك شكل جديد للدعم الموجه للأفراد حتى يحافظ على نظام السوق القائم الآن، لأن احنا مش نظام اشتراكي، احنا بنتجه للاقتصاد يعني حتى في ناس بتسميه الطريق الثالث يعني، ولكن هو اقتصاد سوق المفتوح، وبالتالي لا إلغاء للدعم ولكن بلورة هذا الدعم وهيكلته في نظام
يسمح في المستثمر أن يعمل. يمكن أيضا وزير التعاون الدولي دكتورة سحر نصر ألقت الضوء على خطة الوزارة خلال عام 2017، يعني فماذا قالت يا فندم؟ أكيد احنا لو شفنا كمية المبادرات وبروتوكولات التعاون اللي احنا وقعناها الفترة الماضية خلال منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال جولاته الخارجية، يعني مصر وقعت العديد والعديد من بروتوكولات التعاون الخارجي. أظن أن وزارة التعاون الدولي هنا عليها دور كبير جدا أنها تطمئن دائما المستثمر أو الجهات اللي احنا مضينا مع هذه البروتوكولات أننا في يعني ملتزمين بهذه البروتوكولات وأيضا في طريق لتنفيذ هذه الاتفاقيات والبروتوكولات. وأظن أن هذا المؤتمر يجب أن يعني يمكن ما خدش تغطية إعلامية جيدة لأن كان هناك الأمم المتحدة وجلسات يعني فغطت عليه شوية، ولكن هذا مؤتمر هام جدا وأظن المتخصصين استفادوا منه كتير وأيضا المستثمر الخارجي والداخلي استفاد منه كتير. صحيح. التالي مشاهدينا سيكون عن مشكلة القمح المصاب بفطر الأرجوت، ويعني اللي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، حيث أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يعني على حرصه على سلامة المواطن المصري وأنه لم ولن يتم السماح بدخول أي أقماح مصابة بهذا الفطر، يعني مصابة بنسبة تتعدى المنصوص عليها في يعني الديسكريبشنز أو المواصفات المصرية والتي تتطابق تماما مع المواصفات العالمية في هذا الشأن. هذا الموضوع عنوان مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل يؤكد لا سماح بدخول أقماح تتعدى نسبة الأرجوت المقررة محليا ودوليا. يمكن خلال اجتماع الأخير مجلس الوزراء يعني أقر أو وافق على عقد اتفاق مع شركة أجنبية لكي تقوم ب يعني فحص الشحنات القمح التي يتم استيرادها للتأكد أنها تتفق مع المواصفات المصرية والعالمية. حدثنا عن هذه النقطة يا فندم. في الحقيقة عشان في البداية نطمن المشاهد من فكرة الأرجوت أساسا هو النسبة المسموح بها عالميا 5 بوينت يعني 0% 5% في المية 5% في المية يعني من الإجمالي الحصيلة يعني. صحيح. وبالتالي هي النسبة دي متعرف عليها دوليا وكل الدول العالم بتسمح بدخول هذه النسبة، ولكن ما حدث هو خطأ حكومي ليس للمواطن أو لأي جهة تانية مسؤولة عنه، يعني نوع من أنواع تخبط في التصريحات. الوزير الصحة أخذ التصريح بشكل يعني بدون أن يرجع لمجلس الوزراء أو دون دراسة كافية، وبالتالي صرح أن لن نسمح بدخول أي شحنات قمح فيها فطر الأرجوت، في حين أن الدولة متعاقدة على كميات من القمح وفقا للمعايير العالمية، وبالتالي علينا أن نسدد هنا غرامات كبيرة جدا لهذه الشركات، وكنا هنخش في مشكلة كبيرة جدا مش بتمس بس فكرة اللي احنا القمح ده كنا ممكن ناخده وما نستخدموش، ولكن يعني الفكرة اللي انت أمام العالم غير ملتزم بتعاقداتك وبترجع في كلامك، وبالتالي احنا في مرحلة يعني حساسة جدا وما عندناش رفاهية هذا الكلام. وبالتالي كان على وزير الزراعة أن يتباحث في الأمر مع وزارة التموين وأيضا مع رئاسة الوزراء قبل خروج التصريح. من الممكن أن نأخذ هذا القرار، ولكن في المستقبل أو بعد فترة وبعد دراسة كافية وشافية. في الحقيقة أن القمح المصري برضو أيضا للمشاهد عشان يعرف خالي تماما من الأرجوت وليس بأي نسبة من الأرجوت، ويمكن ده اللي خلى وزير الزراعة يخاف على الفصيلة المصرية من التهجين. مبرره طبعا يعني مبرر منطقي جدا ومبرر احنا بنرحب بيه، ولكن يمكن التوقيت كان خاطئ، تصريح خرج في وقت غير ملائم تماما وغير ودون اي تنسيق مع الجهات الاخرى، ولكن جاء تصريح من مجلس الوزراء وجاء عقد يعني اجتماع بخصوص هذا الامر، وبالفعل سوف يتم استقبال الشحنات التي تم التعاقد عليها، والامر يعني مطمئن للجميع جدا، لا يوجد اي مخاوف لدى المستهلك العادي ولا لدى المضر، يعني خاصه ان هناك معالجات تتم على القمح الخام يعني تبخير وتنقيه وخلافه حتى يعني يتم ضمان انه خالي تماما من هذا الفطر قبل عمليه الطحن. اكيد 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 هناك يعني عوامل بتسبق عمليه التسليم للشوان للمطاحن، ولكن في نقطة بقى يعني يمكن دي نستفيد منها من هذا الموضوع، أن يصبح لدى مصر كود استيراد وتصدير. نحن في حي بمعنى هذا الكود يعني هذه الأكواد متعرف بيها في أوروبا، مثلا لما تيجي تصدر حاجة لأوروبا يقول لك شوف كود السلعة دي قبل ما تصدرها لي، كود السلعة دي بيحمل جميع المواصفات الأوروبية التي تتطلبها أوروبا لاستيراد السلعة. يجب على مصر أن تحدد أكواد لكل سلعة، سواء سلعة غذائية سواء سلعة استهلاكية سواء سلعة كهربائية سواء حتى سيارات، يجب أن نحدد احنا عاوزين ايه النمط الغذائي حتى للمواطن المصري
له مزاج خاص في الأكل. يجب أن نعتمد هذا المذاق وهذا الذوق المصري في كود وفي مقاييس التي بموجبها نستورد من الخارج. وبالتالي احنا بنستورد قمح قد ايه يا فندم من الخارج؟ لا يعني الارقام دلوقتي مش قدامي، ولكن طبعا نسبه قلت بعد الموسم ده، لان احنا زرعنا يعني 10000 فدان وكان صحيح. هناك توريدات كثيره. الحكومه هي بتقوم بعمليه الاستراك كامله ولا القطاع الخاص بيشارك؟ يمكن منظومه القمح اللي كان انشاها وزير التموين المقال يعني او اللي قدم استقالته كانت بتعتمد على الدوله بشكل كبير جدا، ولكن يعني هناك بعض التخبط في هذا الامر، لان احنا شفنا في التوريدات حصل نوع من انواع التلاعب، ومعنى كده ان كان في ناس بالفعل قامت بالاستيراد من الخارج لحسابها. وبالتالي كل دي امور يجب على الدوله حسمها بشكل فاعل وصريح. بنظمه القمح كانت تجربه كان ممكن تنجح، ولكن حصل نوع من انواع التخبط، وبالتالي علينا ان نرجع خطوه للخلف لتنظيم هذه المنظومة مرة أخرى وإعادة هيكلتها مرة أخرى للمرور إلى مستقبل أفضل إن شاء الله. صحيح. الشغب ممنوع، شعار رفعته الجماعات المصرية من أجل أمن وسلامة الطلاب. التحقيق التالي يتناول استعدادات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لبدء العام الدراسي الجديد. هذا التحقيق عنوانه الجامعات ترفع شعار الشغب ممنوع، يعني بدأ العام الدراسي واستعدت الجامعات من حيث المباني، الأجهزة، المعامل، وطبعا يعني النواحي الأمنية. يعني هذا التحقيق يمكن ذكر عدة جامعات بعينها وتحدث عن استعداداتها، فيا حضرتك تلقي الضوء على هذه الجامعات. في الحقيقة ان يعني زميلة سارة رفعت عملت تحقيق يمكن استعرض فيه جهود الجامعات بشكل عام في جميع المحافظات، وده تحقيق جيد جدا. واظن ان يعني فكرة الشغب أظن اللي هي انتهت يعني منذ العام الماضي، ما شفناش أو من قبله كمان، ما يعني انحصرت تماما ولا يوجد حتى كان على مستوى الأزهري، وأيضا يعني تم السيطرة عليه. وفكرة أيضا الأمن الجماعي ووجود شركات خاصة، أظن أن كل ده حل الكثير من المشاكل داخل الجامعات. بالفعل الجامعات استعدت استعداد كبير، كان هناك كلام عن المصاريف وعن ارتفاع في المصاريف، ويعني جاءت الطمأنة من وزارة التعليم العالي أنه لا يوجد أي زيادات وأن الأمور تمشي على ما يرام. أظن أن السيطرة على يعني التعليم الجامعي ويعني ضبط مقاليده شيء مهم جدا، لأن أنت في الآخر دي آخر مرحلة تعليمية، بعدها صحيح. الطالب بيطلع لسوق العمل، ويجب أن يكون هناك نوع من أنواع الانضباط ويعني الانضباط السلوكي أيضا الذي بيؤثر عليه بعد كده حتى في صحيح. مستقبله العملي في المستقبل. فأظن أن بالفعل التقرير أو التحقيق رصد جهود الجامعات كلها. ويمكن يا فندم يعني لفت نظري بالتحديد استعدادات جامعة عين شمس، يعني هي استحدثت نظام جديد هذا العام وهو الكشف الطبي على فيروس سي بالضبط على طلبة المدينة الجامعية وتحاليل تعاطي مخدرات وغيرها، وده الحقيقة نظام يعني حديث ورائع. أظن ده المفروض يبقى شيء بديهي وشيء يتم التعامل به في جميع المدن الجامعية، خاصة إن دي تجمعات كبيرة جدا من الطلبة، والوقاية فيها خيرا من أن يعني دي مرحلة انتقالية وبؤرة انتقالية كبيرة جدا. فأنا أظن أن ده أمر مهم جدا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، وياريت يعني المدينة الجامعية أيضا لجامعة القاهرة يتم هذا الأمر فيها. وأظن أن ممكن هنا مبادرات المجتمع المدني، يعني نشوف صندوق تحيا مصر مثلا عنده يعني قوافل لهذا الأمر. أظن أن لو تم استعانة يعني التعاون بين جامعة القاهرة، وأظن الدكتور جابر النصار يرحب بهذا الأمر، أن يتعاون مع المجتمع المدني أيضا للسيطرة على هذا الفيروس داخل المدينة الجامعية في جامعة القاهرة مثل جامعة عين شمس. أظن يبقى شيء رائع جدا ويخرج لنا أجيال أصحاء عقليا وبدنيا. يمكن أيضا في يعني جامعات تشهد بدء الدراسة في كليات جديدة لأول مرة زي جامعة بني سويف وأسيوط. أكيد بصي تخصصات ويعني احنا بنشوف جامعات خاصة كتير جدا بتفتح وبتفتح المجال أمام الكثير من التخصصات صحيح. وبالتالي على الجامعات الحكومية أيضا أن تطور من آلياتها وتطور من كلياتها وتطور أيضا بقى من يعني أسلوبها التعليمي ومن معاملها ومن إمكانياتها حتى اللوجستية حتى تتواكب مع التعليم الخاص الذي أصبح الآن يعني ينافس مع الجامعات الحكومية. صحيح. مشاهدينا الملف الأخير سيكون من صفحة سياحة وطيران، حيث تقدمت إحدى الشركات الطيران الروسية بطلب من أجل السماح بتسيير رحلات منتظمة من مطارات روسيا إلى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة. هذا الخبر عنوانه
اير ايرو الروسيه تطلب السماح برحلات الى مطارات القاهره وشرم الشيخ والغردقه. تفاصيل الخبر يا فندم، يعني هل هذا يعد ادانا بعوده السياحه الروسيه مره اخرى الى مصر؟ ان شاء الله نامل هذا. وده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، يمكن اتكلمت عليه مع حضرتك قبل كده. فكره ان الشركات ايضا في روسيا تعاني من خسائر، احنا مش احنا بس اللي بنخسر من السياحه، ولكن ايضا الشركات الروسيه التي تعتمد على توريد السياحه الروسيه الى مصر ايضا تحتاج الى عوده السياحه، وهي ايضا عنصر ضاغط على دولتها لعوده السياحه مره اخرى. لما بنشوف شركه طيران زي دي مثلا بتطلب من يعني سلطات طيران في بلدها انها ترجع مره اخرى لحركه السياحه الى مصر مره اخرى، ده هناك تضرر اقتصادي لهذه الشركات. طبعا خبر مباشر وخبر مفرح ايضا تزامن مع هذا الطلب تواجد وفدين امنيين لروسيا، وفد توجه الى شرم الشيخ والاخر توجه الى الغردقه. واظن ان الوفود يعني تفحصت وتمحصت كافه اجهزه المطارات، ويعني يعني على فكره دول مش اول وفدين، كان هناك وفود قبل كده، وايضا هناك وفود في لجان التحقيق الخاص بالطائره المنكوبه. يعني الجوانب الامنيه الروسيه أصبحت متداخلة في كافة التفاصيل يعني الآن في المطارات المصرية وعارفة بالضبط. يعني وزير الخارجية الروسي يعني سيرجي لافروف قد قال يعني قال أو صرح مسبقا أن السلطات المصرية تعمل مع روسيا من أجل يعني توفير إجراءات الأمان في المطارات، وعندما يعني تعود هذه الإجراءات كاملة سيتم استئناف السياحة الروسية مرة أخرى. فهل ده معناه أن روسيا الآن يعني راضية تماما على إجراءات الأمن والأمان في المطارات المصرية؟ يعني يمكن الأمر له برضو بعض الأبعاد السياسية شوية مش عايزين نخش فيها، ولكن يعني لما شفنا مثلا مطار اتاتورك لما انفجر السياحه الروسيه لم تتوقف، والسياحه الروسيه رجعت، يعني في حين ان مطار اتاتورك شهد انفجارات يعني صحيح بشعه يعني. وبالتالي برضو اظن المقامات السياسيه، وعشان كده دايما الرئيس بيتدخل في ازمه السياحه الروسيه بنفسه، ده معناه ان الازمه تحتاج الى تدخل سياسي بجانب توافر طبعا الامن والامان، واظن ان الامن والامان متوافر في المطارات المصريه. صحيح. ووزاره الطيران المدني برضو يجب ان نشيد بيها على فكره. وزير الطيران المدني بيلعب دور كبير جدا في ده، يعني شفناه سافر روسيا اكتر من مره، ومع وزير النقل الروسي، وبعد حتى تفجيرات مطار اتاتورك تواجد يعني يمكن في اقل من 24 ساعه كان موجود هناك مع وزير النقل الروسي. وبالتالي وزاره الطيران المدني بتفتح المجال امام جميع القطاعات الروسيه يعني يكشفوا على المطارات المصريه او مراجعه الانظمه الامنيه. يمكن في بعض الاصوات بتقول احنا كده بنفتح لهم المطارات المصريه وبنخليهم يشوفوا، لا احنا ما عندناش حاجه غلط عشان نخبيها. الحاجات اللي لها علاقه بالجوازات او بيانات المسافرين دي طبعا بيتم التعامل من خلال وزاره الداخليه والجهات السياديه، وامر غير مسموح لاي حد انه يطلع عليه او يراجع عليه، لان ده امر شان داخلي. ولكن اجراءات التامين العاديه التي يمر بها الراكب وتمر بها ايضا الطائره وايضا الحقائب، كل ده مفتوح امام مش روسيا بس، اي حد. المانيا ايضا بعتت مجموعه من الخبراء الالمان قاموا بالتفتيش والمراجعه الامنيه. اي حد عاوز يجي يراجع، اظن وزاره الطيران المدني بتفتح هذا يعني المجال امام الجميع، واظن يعني ده دليل ان احنا ما عندناش حاجه فعلا نخبيها. صحيح. الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بمجله اكتوبر كنت معنا في هذه الجوله الصحفيه السريعه، شكرا لك. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا للساده المشاهدين. شكرا يا فندم. مشاهدينا انتهت حلقه اليوم من الصحافه اليوم، غدا باذن الله حلقه جديده، فريق عمل جديد، فالى اللقاء.